وبالنسبة للتجارة الخارجية، رغم هذا الأداء المتميز ديال القطاع، مازال عندنا إرادة سياسية قوية باش نزيدو نطوروه. هادشي علاش الهيكلة الحكومية الجديدة خلقنا فيها قطاع وزاري وكيتعلق بهذا المجال ديال التجارة الخارجية. والسيد الوزير بدا العمل ديالو وهو إن شاء الله غادي يكون موفق، وحنا معاه باش تكون عندنا رؤية جديدة قصيرة وطويلة المدى فيما يتعلق بتطوير الأداء ديال الاقتصاد الوطني في الخارج. وهذا الشيء غادي يكون بالتشاور مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع، وغادي تكون إن شاء الله عندنا في الشهور القادمة خريطة ديال الطريق واضحة في هذا الشأن، خاصة إلى عرفنا أنه يمكن لنا نفعو من القيمة المضافة ديال الصادرات الوطنية بحوالي 100 مليار ديال الدرهم بدون أي استثمارات إضافية. والاشتغال غادي يكون أساسا على مواكبة المقاولات اللي عندها حضور في السوق الداخلية واللي كتقدم منتوجات مستوى عالي، وهذه المقاولات نواكبوها باش يكونوا عندها معايير ديال لي نورم ولي سيرتيفيكاسيون، وبشي قليل يمكن المقاولات الوطنية ديالنا تدخل للأسواق العالمية. خسير لي ياخذ ليها بيديها. والسيد الوزير كان تكلم معه قال لي غادي يعمل واحد المعارض غادي يكون سنوي إن شاء الله ديال الشركات اللي كتصدى للخارج، وناخذوا من هذوك المقاولين الصغار اللي يمكن اليوم كيعمل 100,000 درهم 200,000 درهم يمكن تحول الوجهة ديالو إلى كيمشي للخارج، ولكن بوحده ما يمكنش يمشي للخارج باش يصدى.